من صاحب الحق في تسمية المولود، الزوج ولا الزوجة؟ الاثنين والله باتفاق الطرفين. والده يا فندم. الزوجين، لان هو حق ما بينهم هما الاثنين، مش حق واحد بس لوحده. الاثنين. هو الزوج صاحب الحق. الاثنين. الام طبعا، عشان تعبت في المولود وتعبت في الحمل وتعبت في كل حاجه، وهتتعب بعد كده في تربيتهم. شرعا ودينا الزوج. ولا انا ولا بابا، يعني هو اسمه بيتسمى عند ربنا فهو بتيجي كده. الزوجه طبعا، مش هي تعبت وشالت وبقت حامل وشافت كل الحاجات اللي مش كويسه اللي في الدنيا كلها وهي حامل، فاكيد هي لازم يكون لها الحق. هل لي اختيار اسم المولود حكم شرعي؟ لا، بيبشرك بنت. والله ده الهام من الله سبحان الله وتعالى، ان هو يكون اسم اصلا الابن بعد كده ما يستعرش منه او يخاف منه او حد يبقى مشمئز منه. الاسم يكون حسن بالنسبه له، انه يكون اسم جميل وبيدل على صفه حلوه، يعني ان هم يختاروا له الاسم كويس بحيث ان هو لما يكبر ما يبقاش متعقد مثلا في وسط زمايله او في وسط الناس عموما. هل في مشاكل بتنشأ بين العائلات بسبب اسم المولود؟ تدخل والده الزوجه والزوجه ان هي تصر على اسم معين في الاسم في المولود الاول، ده اصلا غير جائز شرعا. جده بالذات تاخد موقف وتبقى عايزه تسمي البنت على اسمها. اه كتير، اما يختار مثلا اسم مامته او اسم باباه او العكس، او هي برضو حمل اب هي اللي ساعات بتعمل مشاكل بسبب ان كل واحد بيحب يختار مثلا لاسم والده، والام مثلا بتبقى على اسم والدها. في يقول لك انا عايز مثلا لو جه ولد انا هسميه، لو جه بنت انت تسميه.